مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ووردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدءا من اليوم الأحد إلى عدد 300 شاحنة يوميا على الأقل تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح. أضاف رشوان أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان فقد وصل إلى 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية. وأوضح رئيس الاستعلامات أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على الأشقاء في غزة من معبر رفح وصل إلى 19,354 شاحنة حملت 19,952 مواد طبية و10,435 طنا من الوقود و123,453 طنا من المواد الغذائية و26,692 طنا من المياه و44,103 من المواد الغاثية الأخرى المختلفة و2,023 طنا من الخيام والمشمعات وأيضا عدد 123 سيارة إسعاف مجهزة. بالإضافة لما سبق فقد دخل إلى مصر من قطاع غزة للعلاج نحو 3,764 مصابا ومريضا و6,100 6,191 مرافقا وعدد 66,759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و6,330 من المصريين. أنهى ضياء رشوان التصريحات بالتأكيد مجددا على إصرار مصر على مواصلة الجهود القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأيضا بنقل المساعدات الإنسانية والسعي الدائم من أجل زيادتها بالقدر المطلوب والمناسب لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة في مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة التي يعانون منها منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل 6 شهور.